السلام عليكم، مساء الخير الجميع. انتشرت الفترة الأخيرة يعني بعض الظواهر، بعض النوادي، بعض الأشياء عندنا في دولتنا الحبيبة الكويت. يعني أول هذه الأشياء اللي هي القهاوي المختلطة، شيشة ما شيشة وغيرها، بنات وشباب وكذا. طبعا يعني ممكن لو اقول شنو بيصير داخل يقول لك الناس ناصر يروح هالسوالف، لا والله مالي بهالسوالف، لكن نسمع بعض الممارسات الخاطئه، بعض الامور الشينه، بعض الاشياء الغلط 100%. اكيد انها يعني ولد ويا بنت متواعدين وقاعدين في مكان يشربون شيشه، اكيد انه بعدها بيكون شيء مو زين. كذلك الانديه الرياضيه، تعليم الزومبيا، تعليم الزامب، الرام، الرقص الشرقي، رومبا وزومبا والسوالف هذه، وكل الهدف يعني الفخوذة كبيرة، الرقص يهدي الأرداف، الرقص ينزل الحجم مش عارف إيش، يشد الخصر. يعني ما أدري، يعني طبيا هل هو أكيد هالكلام ولا يعني دعوة في البداية علشان أمور ثانية وسخة؟ يعني البعض يقول لك انت ناصر هذيك تتهم الناس وانت ما تدري عن شيء. يعني ابي انزل، عندي الفخذ كبير شوي بمشي، عندي الارداف كبيره شوي، مو لازم اعبي بطني من الاكل، لان الاماكن معروفه، يعني ما يحتاج تسال طبيب. الاماكن تجمع الدسم، تجمع الدهون في جسم الانسان في البطن وفي الافخاذ والارداف معروف، يعني ما يحتاج تسال فيها طبيب. فشغله اني انا ارقص شوي ولا هز شوي راح انزلها، يعني ما ادري ايش علاقه هذا بهذا، يعني ما ادري والله. كذلك النقطه، الاشياء الثالثه اللي انتشرت، النوادي المساج والتدليك. يعني ما شاء الله بين كل نادي ونادي تدليك، نادي مساج يعني غير، يعني زين. هذا طبعا ناهيك عن البعض منهم عندهم وصل للبيت يوصلون، وطبعا ناس خاصة جدا، يعني تبين بنت تجي تسوي المساج ليش، ولا تبي ولد تختار انت كيفك. يعني ممكن ندز لك صور بعض العاملين والعاملات وانت تنقي منهم على الشكل وغيره من السوالف، يعني اللي ما بقول وسخة لكنها تفتح حق امور ثانية. يعني ما ادري، يعني يقول لك لا بعض النوادي شغلنا نظيف، شغلنا نظيف. شلون شغلك نظيف؟ يقول لك العامل والعاملة اللي يطلعون من عندنا يلبسون تسوس عشان ما يلمسون جسم الزبون او الزبونه. يا سلام، يعني الموضوع في اللمس مو في النظر، انه يشوف جسمها او تشوف جسمه. ما ادري والله شو اقول، يعني مع الاسف، والله مع الاسف. وقبل هذا كله، قبل كم سنه كانت عندنا شقق يعني بالاجار بالدقيقه وبالثانيه وبالخمس دقائق وبالعشر دقائق وبالنص ساعه وبالساعه وبالساعتين وبالاسبوع وباليوم. يعني واحد بياخذ شقة بالاسبوع ايش بيسوي فيها؟ يعني انا اسالكم سؤال، انتم فكروا بالاجابة. زين، ما ادري والله، يعني انا متاكد ان الشيء مو زين، شيء وسخ، راح يمارس شيء وسخ بهالساعة هذه. زين، انا ادري في ناس يقول لك مسافرين ويبي يرتاح، هذا موضوع ثاني، لكن اتكلم عن بعض الاماكن المخصصة وبعض المطاعم كذلك. الان بعض الناس يقول لك يا اخي انت ناصر الله هذيك تتهم الناس، ما اتهمت الناس. في اماكن خاصة جدا، كباين خاصة جدا يلتقون فيها العشاق والمحبين، وانتوا كملوا عاد وشوفوا شنو راح يصير بينهم. يعني الاكيد انه شيء مو زين، انا متاكد 100% انه في بعض الاماكن وبعض اللي طافي مش عارف ايش، موسيقى هادية، موسيقى هادية. اخي تبي تطلع مع زوجتك تطلع عندك البحر في مكان راقي نظيف، ما لازم. مو كل، انا ادري انه مو كل المطاعم الكباين فاسدة، ولا كل الاماكن المكشوفه فاسدة، انا عارف ادري والله، لكن في ناس تستغلها، يعني في ناس تستغل هالشيء، لان ما حد راح يسلك منه هذا اللي معاك، ولا راح ادري، خصوصا المطاعم. الفنادق موضوع ثاني. زين، انا ادري الوضع يطول والموضوع يعني على قولتهم ذو شجون، لكن هذا اللي كان في البال. الانتشار هذه الامور كلها مع بعض في فتره واحده، معناته احنا مقبلين على، يعني مع الاسف الشديد، جيل فاسد، جيل منحل، جيل لا يحل ولا يحرم. هذا اللي انا اشوفه بكل بساطه، هذا اللي عندي. واذا في ملاحظات او مداخلات من اي احد عادي والله تفضل، برد عليها بكل رحابه صدر. مشكورين، يعطيكم العافيه.